الفنان رشيد فوحاني، مرحب فيك من مواقع الفن. في كتير صورك بتجمعك مع فنانين على السوشيال ميديا، منهم الفنان مجد مصلي، الفنان كارلوس. خبرني، هل بتآمن بالصداقة بالوسط الفني؟ لك الصداقة شيء كتير حلو. أول شيء وجههم تحية للأسباب اللي قلتها. أنا أول شيء ما في أي عداء بيني وبين أي فنان، كلهم إخواتي، كلهم أصدقائي، وبحبهم وبيحبوني. طبعاً صداقة هي اللي بتجمعنا، صداقة المسرح، صداقة مثل ما بيقولوا التقى بالسهرة، صداقة حلوة. أنا يعني من جهتي أنا بحبهم، أصدقائي غاليين علي. شفنا بالآونة الأخيرة بعض الردات لا أخلاقية، خلينا نقول، بين بعض الفنانين كرمال منغوص بالأسماء. هل ممكن نشوف رشيد فوحاني بهيدا المحل إذا حدا تعرض له في حال؟ شو هالحكي يا زلمة؟ أعوذ بالله. يعني أنت تحكي أنت شيء خارج عن تربيتي، خارج عن أخلاقي، خارج عن إحنا صحيح جو الفن، بس نحن مربيين على أصول. أكيد لا. حتى لو أنا توجه لي عدة ردات وصلوني بالاسم، وكان الموضوع عندي شيء عابر خطيت، وأنا حاطط هدف براسي وخط ماشي عليه مثل ما بيقولوا، بدي ضل ماشي على السكة الصحيحة. أبداً ما عندي هذا الموضوع. كثير أغاني اليوم عم تطلع ترند فيها كلمات غريبة، خلينا نقول تحت هذا المسمى، وعم توصل. كيف بتقيم هيدا الأغنية؟ لك أول شيء أنا شخصياً ما بحق لي قيم أغنية لفنان، لأن بالنتيجة أنا فنان عندي أغاني، وكل واحد هو الناس اللي عم تسمع هي اللي بتقيم الأغنية، لأن الأغنية لو ما قيمتها الناس ما ضربت. وفي أغنية بتضرب بالتقييم السلبي، يعني عندك أنت أوقات أغنية بتضرب بالتقييم الإيجابي وأغنية بتضرب بالتقييم السلبي. بالنتيجة الله يوفق الجميع، شو ما نعمله خلينا العالم هي اللي بتقيم مش أنا. الفنان مجيد الرماح صرح لموقعنا سابقا أنه هو النمبر 1 بالأغاني الشعبية والفنان الأول، خلينا نقول. أنت شو بتصنف حالك؟ لك أول شيء مجيد الرمح حبيب قلبي، صديق وخي وعزيز. بالنتيجة يمكن إذا هو منظره النمبر 1 الله يوفقه. أنا ما في صنف حالي، برجع بقول لك إياها، هي العالم اللي بتصنف، حبينك، الجمهور اللي عم يسمعك، الفنانين الكبار هن القادة الفن، هن اللي بيقيموا، يعني هن والعالم هي اللي بتقيم. هلا أنا في إجا هلا الآن بقول لك نمبر 1 كمان، بس لا، هل ترى هذا الموضوع صح؟ انت برايك شو هذا الموضوع عندك؟ هلا انت كاعلامي فيك تيجي تقول لي نحن انا الاعلامي النمبر 1؟ لك الاعلامي لحدك كلهم، عرفت كيف؟ ابدا. وبوجه له تحيه لمجيد والله يوفقه، وان شاء الله بنشوفه النمبر 1. ما شفناك بعد ولا تعامل مع الشاعر والملحن فارس اسكندر. فارس اسكندر كمان ابن ضيعتي وخي وحبيب قلبي، وان شاء الله نحكى بموضوع اغنيه اكيد. ان شاء الله بيكون في تعاون بيني وبينه. بدي كلمة أخيرة لمواقع الفن. كلمة أخيرة لمواقع الفن، هو موقع الفن قلت لك من المواقع اللي أنا بحبهم، وإن شاء الله هيك تضلوا جنبي على طول، لأن أنا بكبر فيكم، بحبكم من قلبي والله. حبيبي كلك ذوق حبيبي. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.